السلام عليكم، معكم سارة سعيد وراما عطار من جامعة الأميرة سمية. اليوم بدنا نحكي عن مشروعنا، مشروع لمادة الإمبيدد. مشروعنا هو بيحكي عن ساعة وألارم بنفس الوقت، وسميناها كاونت. المميز بكاونت الألارم كلوك إنه الساعة بتتحرك لما يجي وقت المنبه، واليوزر لازم يقوم مشان يقدر يطفيها. استخدمنا فيك 16F877A مشان نعمل مشروعنا. عنا الـ LCD مشبوكة على بورت A من البيك، والكيباد مشبوكة على بورت دي، الالتراسونيك والاكسترنال انتربتس تاعون البوش بوتنز على بورت بي، وبورت سي مشبوك عليه الموتور والاتش بريدج. كمان وصلنا البزر على بورت سي على الانيبل تبع الموتور مشان نختصر بينز، ولانه احنا بدنا الساعة الالارم كلوك يعني انها تكون مجنونة وسريعة، فاستخدمنا الفول سبيد ما استخدمنا البي دبليو ام. مشان هيك الدي سي موتورز بتسحب كرنت كتير عالي، فبالتالي اضطرينا انه نستخدم الترانزستور. هلا بدنا نحكي عن كيف كانت بشتغل. اول اشي بيطلع لليوزر انتر تايم ان 24 اورز فورمات، وبدخل الوقت ويا كيباد. مجرد ما يكبس انتر بتبلش الساعة تطلع لهون وبتكون عم تمشي طبيعي. اذا بده اليوزر يحط الارم بيكبس الكبسة الاورنج وبيطلع له على LCD ست الارم. اول ما يطلع له ست الارم بيدخل كمان مرة على الكيباد الارم اللي بده اياه، وبترجع الساعة تمشي طبيعي على LCD. هلا اول ما يجي وقت الارم بيساوي وقت الساعة، رح البزر والجو اوف والسيارة رح تبلش تمشي. مجرد ما السيارة تبلش تمشي لازم اليوزر يقوم ويلحقها ويطفي السيارة باستخدام الكبسة الزهرية. رح نورجيكم كيف كانت رح يشتغل. أول شيء رح أحط التايم. بكبس مربع، رح تمشي ساعة عادي. بعدين إذا أنا بدي أحط ألارم رح أكبس البوش بوتن الأورنج، رح أحطها. هلا الساعة رح تمشي عادي طبيعي، بس تصير الساعة 11:51 رح يتحرك الموتور ورح يطلع صوت من البزر، ورح تصير تمشي بطريقة مجنونة لحد ما اني امسكها واوقفها. هلا في عنا التراسونيك قدام رح يمنع السيارة من انها تطب باي اشي قدامها مشان ما توقف باي اوبستكل بتلاقيه. هلا الساعات ترجع بتكمل وبترجع لنا ساعة، وإذا اليوزر بده كمان مرة يدخل ألارم بيكبس الكبسة الأورنج برجع بطلع له ست ألارم.